السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم حيثما كنتم. 6 سنوات مرت على اندلاع الثورة التونسية التي جاءت كرد فعل شعبي على ما كرسه نظام الاستبداد من محسوبية ومحاباة وتهميش وسطوة المنظومة السابقة على كل شيء تقريبا. شباب تونس من كل الجهات ومن أغلب الفئات وخاصة من ذوي أصحاب الشهائد العليا انتفض وقتها مطالبا بحقه في التشغيل والحرية والحياة الكريمة. 6 سنوات مرت الآن وما زال الوضع على ما هو عليه، هذا إن لم يزدد الحال سوءا، فكل سنة تمر يتضاعف فيها عدد المعطلين لتتضاعف معه وعود الحكومات المتعاقبة بحلول جذرية لم يتحقق منها الشيء الكثير على أرض الواقع. حالة من اليأس أجبرت الشباب على تصعيد احتجاجاتهم من جديد، فتعددت الإضرابات والاعتصامات التي وصلت حد الإضراب عن الطعام في حالات عديدة. فما سبب هذه المماطلة أمام موضوع إنساني بهذا الحجم؟ وإلى ما يعود العجز على إيجاد حل لهذه المعضلة المتفاقمة؟ وكيف السبيل لتكريم ورد الاعتبار لمن أفنى عمره في تحصيل العلم لينهض بالوطن وينفع الناس، ليجد نفسه في الأخير رقما على قائمة انتظار قد لا يكون لنهايتها حد؟ ولمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا الكرام يكون معنا من مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بتالا السيد جمال بولعابي وهو نقابي. سيد جمال، أهلا وسهلا ومرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وقد يلتحق بنا أيضا من مقر اتحاد الشغل بنابل السيد تامر مرايحي وهو ناطق باسم اعتصام رد الاعتبار ومعطل عن العمل. أستاذ تامر، هل تسمعني؟ طبعا لا، أستاذ تامر ليس في الاستماع. ومعنا هنا في الاستوديو السيد زياد الغناي عضو مكتب سياسي لحزب التيار الديمقراطي. أستاذ زياد، أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا بك وبكل مشاهدي قناة المغربية. شكرا. شكرا لكم جميعا. إذا نبدأ مشاهدينا الكرام بعد هذا الفيديو. اعتصام رد الاعتبار هو اعتصام مفتوح، ونعاود نأكد أنه بدأ نهار 13 فبراير 2017 ومازال متواصل إلى حد هذه الساعة. نحن نرفض كل أشكال المفاوضات الواهية التي لا حلول من ورائها. نحمل الاتحاد العام التونسي للشغل مسؤوليتنا بالسعي لايجاد حل تام لوضعيتنا التي نعاني منها. نطالب السلطات الحاكمه بالتدخل الفوري لحل مشاكلنا، كما نطالب السلطات المحليه والجهويه الى العمل من اجل حل مشاكلنا وعدم الاستكانه للصمت واللامبالاه. التشغيل استحقاق مش مزايا، خدمنا. التشغيل مساله حياه او موت. يا اخي نحن في الدوله هذه ما عندناش حق باش ناكل ربع خبز في الدوله هذه. ستروا حناجرنا رعدا وتروا اجسادنا تشتعل، فاما نموت واما نشتغل. بالعربيه حب نخل، الثوره يصنع الابطال ويستفيدون منها الانتهازيون والجبناء. ما عندناش حق باش نخدموا في الدوله هذه. نحن اصحاب حق، نحترم البلاد باهلها وقوانينها ودستورها ورموزها، ولن نحيد عن مبادئنا، ولكننا متشبثون بحقنا في الكرامه بتشغيلها. وشكرا. سيد جمال، يعني لو تضعنا في الصورة وتعرفنا بقضية هؤلاء الشباب المعتصمون في الاتحاد المحلي للشغل بتلة. بالنسبة للشباب المعطل، الشباب المعتصم في مقر الاتحاد المحلي للشغل بتلة هم شباب من أصحاب الشهادة العليا المعطلين العمل من قبل، معناها تحصلوا على الشهادة العليا نتاعهم من قبل 2010، خاضوا عدة نضالات في العهد النوفمبري. أول اعتصام لهم كان بمقر معتمدية وتمثل السلطة المحلية لنا بجتارة في 2008، وقعت هرسلتهم، وكان الاتحاد المحلي للشغل بجتارة كان في الموعد وساند هذا التحرك في مقر المعتمدية. وبعد وهناك عدة
وعود قدمت من السلطة آنذاك في تشغيل وقروض، وهي نحن ندرك كنقابيين بالجهة أنها حلول وأنها وعود لا ترتقي إلى انتظارات هؤلاء الشباب. هناك معناها ثم بعد ذلك وقع الاتصال بعائلة الشباب وأرسلتهم وأضغط عليهم من طرف العمد والشعب الدستورية التي كانت أداة تجمع الدستور الديمقراطي، فأرسلت أي تحرك وتصدي له. ثم بعد ذلك وكذلك الضغط على النقابيين، نحن كاتحاد محلي بالشغل بتالي وقع تهديدنا، وقع الضغط علينا من طرف ولي الجهة، حاولوا معناها إخراج الاتحاد المحلي بالشغل بتالي من هذا التحرك، معناها بتعلة أن الاتحاد كانت له معناها توجه أن يدفع للمشاغل المهنية فقط. لكن نحن ندرك كمكتب التنفيذ الاتحاد العام الاتحاد المحلي للشغل بتاعه، نعرف ان هذه قضيه تشغيل من صلب اهتمامات الاتحاد، ولم تثمن السلطه في ذلك الوقت، وان ساندنا اطلق عبرنا عن ذلك في عده بيانات. ثم بعد ذلك معناها تواصل معناها بعد حوالي عام ونصف في 2010 عاود هؤلاء الشباب، إضافة إلى معناها ثم عندي قائمة الشباب اللي دخلوا مجددا في تحرك احتجاج واعتصام في دار الاتحاد المحلي للشغل بتالي، قرابة 25 أكثر 30 كانت دخلوا معناها اعتصموا بدار الاتحاد، وكنا نحن معاهم وساندناهم واحتضننا هذا الاعتصام وأصدرنا بيانات نطالب السلطة بإيجاد حلول جذرية. أستاذ جمال، فقط لو تكرمت يعني حتى نضع الأمور في إطارها التاريخي، متى بدأت مشاكل هؤلاء الشباب واعتصاماتهم ومطالباتهم بالشغل؟ هل قبل الثورة أم بعدها؟ وتقريبا يعني عددهم الإجمالي في تونس، يعني تقريبا حتى نفصل بعد ذلك في مسألة المعتصمين في تالا، في تونس كم عددهم تقريبا؟ في العدد بالنسبة للمعطلين على الأمل بالنسبة في جهة تالا بالتحركاتهم في 2008 كانوا عند أول اعتصام قاموا به في المعتمدين تالا في 2008 وقت في فيفري 2008 اتصلوا بنا كمكتب تنفيذي الاتحاد المحلي للشغل بتالا وعبروا طلبوا منا أن نساندوهم ونكونوا معهم، وبطبيعة نحن ساندناهم واحتضرنا هذا الاعتصام، وكان عددهم في الوقت هذاك في تالا العدد الشباب اللي اعتصم لنا وتحول المعتمديه حوالي 30. علاش 30؟ مش معناها 30 هما اصحاب شهيد، لا، خاطر كانت معناها تخويف وترهيب لهؤلاء الشباب، معناها كان العدد قليل في تالا اللي تحركوا، لكن العدد بالنسبه للمعطلين كان عدد كبير في تالا. على مستوى وطني قضية معطلين العمل هي قضية مرهقة للدولة. علاش؟ خاطر كانت توجه الدولة هو معناها إخراج جيل مايع، لم تعمل حساب للناس هذه في التشغيل في حل مشاكلهم، وكان بن علي معناها يراهن على ضرب التعليم وضرب إخراج جيل مايع، جيل لا علاقة له بالقضايا الوطنية. لكن فوجئ بمعناها عدد كبير من الشباب المعطل العمل، وتحركوا معناها في بداية 2008 بالضبط بالتحركات اللي تحركات قوية في يعني تحركات سابقة لقيام الثورة، وتواصلت يعني تقريبا 6 سنوات إلى حد الآن، وكانت لهم الشجاعة يعني أيام بن علي ليقوموا باحتجاجات طلبا لحقهم في التشغيل. أي كانت لهم احتجاجات، معناها لم يخشوا هؤلاء الشباب بالضبط اللي معتصمين الآن في الاتحاد المحلي، نصنفهم من جملة المفروزين أمنيا. علاش؟ لأنهم إضافة لمجموعة معاهم، مجموعة منهم اللي هي كل واحد طريقته دبر خدمة، هذا ثم اللي أيس من العمل وثم اللي شاف الحظ، لكن هؤلاء الشباب اللي هم معتصمين في دار الاتحاد المحلي هم من الناس اللي تحركوا في وقت بن علي،
وهذاك علاش وقع تصفيتهم، معناها ثم فيهم بعض الحالات اللي معناها وصلوا اصلا في مناظرات، خرجوا في قائمه الانتظار، لكن فوجئنا بعد مفروض ينادوا لهم في الوظائف، معناها وقع فتح مناظرات والاستغناء عن هؤلاء. معناها تحس انه العمليه تجاه الشباب الموجودين الان ما تصميم في تل هي معناها مقصوده، انه الناس هذه معناها بالرغم ان الناس هذه ضحت وصدت النظام بن علي واصدروا عده بيانات في دار الاتحاد المحلي للشغل هنا بتالي عن بيانات الداخليه، عن وصلتها وقت البيانات التصميم الاتحاد المحلي وفاكسين لهم البيانات للولايه وزاره الداخليه ورئاسه الجمهوريه اصلا رسمناها وقتها وفاكسين نقصر انه الناس هذه راهي طالب تشغيل، لكن الناس هذه وقعها رسلتها وهي للتو قاعده تتهرسل، معناها وما ثمش حلول، ما ثمش حتى لحد الان هم تصميم، لكن ما ثمش جديه في حل المشكله. طيب سنعود الى اعتصامهم الحالي في مقر الاتحاد المحلي للشغل بتالا، في انتظار ان يلتحق بنا يعني المتحدث باسمهم ثامر المرايحي، نامل ان يلتحق قريبا معنا هنا في الاستوديو السيد زياد الغناي عضو مكتب سياسي لحزب التيار الديمقراطي. زياد، يعني أنت شاب وتنتمي إلى حزب سياسي وكنت تستمع إلى معاناة الشباب الآن في تونس، متحصلون على شهادة جامعية ويناضلون من سنة 2007 و2008 وإلى حد الآن لم يتمكنوا من شغل. طبعا أول ما تعليقك على هذا التصرف أو هذا التمشي إلى حد الآن، ثم يعني ما هي مقترحاتك كشاب أولا ثم كسياسي ثانيا؟ هو في الحقيقة اللي كنا نسمع فيه من الأخيان اليوم يعني مسألة أصبحت شبه يومية، الاعتصامات في تونس وتغيير، وهذا يعني لا يجب أن يفاجئ المواطن التونسي، لأنه الواقع الاقتصادي والاجتماعي ما بعد الثورة لم يتحسن، في المقابل يقال أن الواقع أصبح أسوأ، وهذا يعني نسبيا صحيح، لكن هذا الواقع ممتد منذ دولة الاستقلال، منذ البداية كانت الأمور يعني هذه المناطق المهمشة كانت تحتاج دائما، ومعروفة معروفة يعني هي مقدمة لوضع الأمور في إطار. دعنا نتحدث يعني يعني نتحدث عن الجميع اولا ثم نمر الى المناطق المهمشه. هذه قضيه يعني قضيه شائكه في تونس الان، في المناطق المهمشه وغير المهمشه هناك البطاله يعني بشكل كبير وبنسب كبيره لاصحاب الشهاده المعطلين عن العمل. نتحدث يعني اون جنرال، انا اعتبر انه حالات الياس اللي نسمعوها ودخول بعض الاطراف حتى في اضرابات جوع الى اخره، وبالمناسبه ما ندعوش الاطراف انها تدخل في اضرابات جوع لانه هذه معناتها مضر بصحتهم الى اخره، ويحاولوا انه ينتهجوا اساليب نضاليه اخرى. هذه المعضلة يعني اللي قاعدة تصير بالنظر للوعود الانتخابية اللي قدموها سواء في انتخابات 2011 و2014، يعني تأتي الحملات الانتخابية يأتي المرشحون ليقدمون وعودا خيالية، والحديث على 400 ألف موطن شغل، والحديث في حين أن الواقع التونسي للأسف هذه الوعود الانتخابية في الأخير لاقت رواجا لدى المواطن التونسي وانتخبها. اليوم من يحكم اليوم يجد نفسه عاجزا أمام وعوده، يقال أن الوعود لا تنزل إلا من يصدقها، لكن اليوم دورنا كمعارضة أن نذكر أنه حملة 2014 كانت عملية تحيل كبيرة على الواقع التونسي. سنصل لهذا، دعنا نتمشى تدريجيا. يعني هؤلاء لهم مشاكل منذ زمن بن علي، ونعرف دور الشباب وخاصة المعطلون من أصحاب الشهائد في الثورة، فهؤلاء كانوا وقودا للثورة، وهؤلاء من أجبر بن علي على الهروب، ومشكلتهم بدأت منذ سنة 2008، وعددهم كان تقريبا بحدود 150 أو 200 ألف سنة 2010. يعني المسألة متراكمة منذ ما قبل هروب بن علي. بطبيعة الحال الواقع الاجتماعي اليوم في تونس، المسألة أنا أقول أن المسألة لا تختصر في مسألة البطالة فقط، المسألة هو أنه عندما ترى البيئة يصعب كثيرا أنك تجد فرص للتشغيل. اليوم البنية التحتية منهارة، مدارسنا تفرخ الجهل، مستشفياتنا تنتج المرض، يعني الواقع الاجتماعي والاقتصادي أصلا يدعو الناس إلى انتهاج هذه الأساليب النضالية، واللي نحن كمعارضة من حيث المبدأ ندعمها، لأنه هذا الحق، لأنه المواطن اليوم 6 سنوات ما بعد الثورة معقول جدا نحن هنا في بلاتوات نتحدث أن نقول لهم أصبروا وصابروا والفرج سيكون قريبا، لكن الأصل في الأشياء أنه 6 سنوات على الدولة أن تتحرك، على مؤسسات الدولة أن تذهب إلى الأمام فيما يخص القضايا الاجتماعية، وعلى أن نكف على كل ما هي قضايا هامشية، وعلى أن يتركز المجهود الوطني في حل هذه المشاكل. معنا ثامر المرايحي الناطق الرسمي باسم
الاعتصام رد الاعتبار وهو معطل عن العمل. يعني أستاذ ثامر، لو تعرفونا بقضيتكم، كم عددكم الآن في الاتحاد المحلي للشغل بتالا؟ كم لكم من سنة وأنتم معطلون على العمل؟ ما هي شهائدكم الجامعية؟ طيب عرف بقضيتكم إلى المشاهدين، تفضل. في البداية نشكركم على برنامج اللي نعنينا فرصة أن نوصل صوتنا، اللي رغم بعد الثورة، رغم تحقيق مطلب الحرية، اللي قلنا رجعنا الأساليب السابقة لفترة النوفمبرية، وقع علينا حتى تعتيم إعلامي. بالنسبة لنا احنا 6 معتصمين بمقر الاتحاد المحلي بتالا من أصحاب الشهادة العليا، الأخوة زملاء عبادة صغيري تقني سامي في الهيدروميكانيك متخرج في 2007، الأخت مهنية جاسمي أستاذة في العلوم الفيزيائية متخرجة في 2009، الأخت نايلة منصوري تقني سامي في المانتونونس الاندستريال متخرجة في 2008، رمضان الصغيري إجازة تطبيقية في علوم الثقافة متخرج في 2010، ألفة المنصوري إجازة تطبيقية في اللغات متخرجة في 2008، وثامر مرايحي تقني سامي في تقنيات تجارية متخرج في 2005. اعتصام رد الاعتبار هو مواصلة المسيرة النضالية اللي خضناها بين الفترة النوفمبرية وبعد الثورة. احنا دخلنا في اعتصام مفتوح بمقر الاتحاد المحلي بتالا، نحن نظرا لتواصل سياسات التشويف وسياسات الأذن الصماء اللي دهجتها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، احنا ما زلنا ناضلوا من اجل حقنا في الشغل، من اجل حقنا في العيش الكريم. احنا اللي تحركنا قدامنا الفتره النوفمبريه واللي كانت قدامنا الفتره النوفمبريه، خاصه اعتصام بمقر مواطن بي تالا في 2008، وكنا ونحن كنا النواه الاولى للتحركات الرافضه لسياسات القمع والتنكيل الممنهج زمن القهر للاستبداد. زمان كانت فيه كلمة ذات قيمة ووزن بداية بالتحركات الاحتجاجية سنة 2008 وصولا إلى النضالات التي سبقت، ثم كانت تثير اندلاع الثورة بين 2010 وجانفي 2011. ورغم تعاقب الحكومات تواصلت سياسات التشويف والمماطلة بل تعدد ذلك لإدراج بعض أثناء الزملاء ضمن قائمة المفروزين أمنياً، وترك آخر أستاذ ثامر لو تفضلت، يعني لو تشرح للمواطن وللمشاهد الكريم ما معنى مفروزون أمنياً. مفروزون أمنياً نحن في العهد نوفمبر كنا نتحرك وكنا نخرج للشارع، كنا نعبر على مواقفنا من سياسات التشريد. كنا رافضين المحزوب، هو في العهد نوفمبر كان التشريد كان بواسطه، كان بالمحسوبيه بالرشوه. احنا ما عندناش رشوه، ما نجموش ندفعوا رشوه، ما عندناش الامكانيات اللي ندفعوا رشوه باش نشتغلوا. احنا كنا رافضين السياسات هذه الكل، لذا احنا خرجنا في مسيرات احتجاجيه ودخلنا في عده اعتصامات. وبالمناسبه هذه نشكر الاتحاد المحلي للشغل بتالا اللي احتضننا ايام الجمر واللي مازال الى حد اليوم في 2017 يحتضننا ويحتضن تحركاتنا. احنا نشكر. عفوا اعتذر منك، يعني ساقطعك، يعني المفروزون امنيا هم اشخاص كانوا ينشطون سياسيا في عهد بن علي، يعني فوقع وضعهم في خانات معينه ومنعهم من العمل والشغل والى اخره، هل هذا ما فهمته؟ بالنسبه لنا احنا قبل كنا في تحركات ما كانش عندها بعد سياسي. احنا كانت قضيتنا الوحيده هي الشغل، احنا كنا نخرج نحتاج، وكانت اهم الشعارات المرفوعه هي شغل، حريه، كرامه وطنيه، تشغيل التحقيق في عصابه السراق. احنا ما كانش عندنا انتماءات سياسيه، احنا كان همنا الوحيد هو الشغل، لانه احنا عن اكثر، ثم شكون عنده 13 عام متخرج وبطال، ثم شكون عنده 10 سنين وعندنا وضعيات اجتماعيه. احنا علينا التهميش، علينا الاقصاء، وكانت تكتب فينا تقارير امنيه، لانه
نحن ذنبنا الوحيد انه تحركنا انه احتجينا على وضعيتنا الاجتماعيه السيئه، على سياسات التهميش. كانت ضمن سياسات ممنهجه مع تفكيرنا. طيب نعود الى اعتصامكم الحالي، كم لكم من يوم وانتم معتصمون في مقر الاتحاد المحلي لشغل بتله؟ احنا دخلنا في اعتصام مفتوح بمقر الاتحاد المحلي لشغل بتالة منذ 13 فبراير 2010، ومازال الى حد هذه الساعة و2017 بمقر الاتحاد المحلي بتالة، ومازال اعتصامنا متواصل. واحنا رانا باش اذا كان الصورة المحلية والصورة الجهوية وحتى على مستوى مركزي ما استجابتش المطالب نتاعنا، واللي هي بالاساس مطالب شغل ومطالب طلب العيش كريم، احنا رانا باش نساعدوا. طيب هل استمع إليكم المسؤولون؟ هل قدمت إليكم مقترحات؟ ما هي إلى حد الآن يعني المعاملات أو المقترحات التي قدمت إليكم؟ بالنسبة للمقترحات معناها مازال سياسات التسويف ومازال سياسات الإذن الصماء، احنا ما جبناش حتى مقترحات من السلطة، وما فماش حتى حاجه تدل انه السلطه باش تنكب على مشكلتنا ولا باش تحل لنا مشكلتنا. ما زلنا في نفس السياسات سواء ما قبل الثوره ولا ما بعد الثوره، بالعكس بعد الثوره زاد الامر تعقيد وزاد سوء الامر بالنسبه لنا نحن. طيب سيد جمال بولعبي، للشباب كان دورا رياديا في إنجاح الثورة، وخاصة الشباب في المناطق المهمشة وتالا والشمال الغربي والجنوب الغربي وكل هؤلاء من المناطق المهمشة، فهل يجازى الشباب بهذه الطريقة وهو الذي حرر البلاد وأنقذها من الاستبداد؟ ما سمعتش السؤال خويا، سامحني. السؤال هو كان للشباب دورا رياديا في أيام الثورة، وكان السبب الرئيسي في هروب الطاغية بن علي، هل يجازى الشباب في المناطق المهمشة بأن يبقى يعني عاطلا عن العمل؟ والله بالنسبة للشباب كان عنده دور فعل، كان عنده دور ريادي في الإطاحة بالنظام بالنبي، خاصة الشباب المناطق الداخلية اللي وقع تهميشه منذ عقود منذ دولة الاستقلال، خاصة المناطق الداخلية اللي هي كانت محسوبة على معناها الحركة اليوسفية، في خاصة تالا والمنطقة هذه كانت لها مواقف من نظام بورقيبي، وجماعة نحن أهلنا هنا في تالا الكل يتذكر أنه الحبيب بورقيبة وقت جاء هنا أهل تالا لم يستقبله، ونتيجة لذلك عوقبت المنطقة وهمشت ودمرت وجوع شبابها وجوع أهالينا، معناها هناك حالة يأس. الشباب اللي انتفض في 2008 وفي 2010 وكان معناها هم الوحيد انه يعيش في معناها كان هم الوحيد انه يعيش مثل المناطق الاخرى اللي هي كان لها عندها امتيازات في كل المجالات، لكن الشباب الى حد الان في المناطق هذه ما زالت نفس، بالرغم انه هناك عده وعود اطلقت من الائتلاف الحاكم 2011 في 2012، كل الاحزاب اللي تو موجوده في السلطه تعاقبت، اجت المنطقه هذه وعدت الشباب حل مشاكلها ببعث مشاريع بايجاد حلول جذريه للمناطق هذه نحن، لكن بعد انتخابات مباشره معناها بالعكس ينسوا المناطق هذه ويحاولوا يتجاهلوها، حتى مقرات الاحزاب اللي حلوها في الانتخابات تغلق في هذه المناطق في تيرن على في كل محطه انتخابيه، وفي كل يحاولوا يحلوا 6 أو 7 احزاب مقراتها شهرا بعد ذلك او شهرين، ثم يقع اغلاق هذه المقرات، وهذا نتيجه ان الناس النخبه السياسيه اللي موجوده تو ما هيش محترمه نفسها خلاص. اون برينسيب ان الناس هذه يعرفوا يعطي معناها يستوعبوا الدرس من اللي الشباب هذا اللي ماهوش باش يصبر كثير، في مرحله اولى انتفض ويستنى لكن ماهوش باش ينتظر اكثر. قدام الحالات نحن تو في الاتحاد المحلي ناس اللي معناها ماهوش باش يعيش مرتين، ثم عمره 40 سنه
13 سنة وهو قاعد في القهوة ثم الأيام من 2008 2007 2010 للناس هذه معناها طالبت التشغيل، لكن معناها تو هني شوفنا تو لهنا نحن لهنا في تالة بعض النقابيين اللي موجودين ملتحقين ومشكورين النقابيين اللي قاعدين يساندوا فيهم ودورهم وواجبهم، لكن الأحزاب اللي تحكم تو ما ريتش جدية في حل هذه المشكلة. بالعكس اللي ثم اتصلنا به ثم عرضنا نحن في الطريق وعلموا بالتحركات وانه تحس انه عاد التعليمات اللي الناس هذه ما جاهاش ما اتصلش بها، والسلطة المعتمد بالرغم من انك الاتحاد اتصلنا به وقلنا ليه خويا اللي ترى فيه بمشاه اعضائنا الاتحاد المحلي اللي هو خويا عز الدين القريشي اتصل بالمعتمد وقابل مع افقد الشباب هذا اتصل بالمعتمد، لكن الوعود اللي تقدمت لهم والحلول اللي تقدمت لهم هي حلول ربضوها في وقت سابق اللي هي نعطيكم قرض ومعناها ومشاريع خاصه، المشاريع الخاصه الدوله غير قادره ان تحل وما حولش، يعني يجب مراجعه المنوال التنموي لايجاد حلول. نعم سنعود استاذ جمال الى المنوال التنموي بعد قليل. زياد يعني استمعت إلى كل الجميع ينتقد الأحزاب السياسية بعد الثورة وأنها لم تتبنى قضية الشباب المعطلين على العمل يعني بشكل جدي، فمما تركهم في مهب الريح. أنت كناشط سياسي ما تعليقك على هذا الرأي ومردك وكيف ترى حل هذه المعضلة؟ لا هو في تدقيق يعني الأحزاب الكل تتحدث عن الشباب والشباب لهم دور ريادي، وأنا لا بين الحديث والفعل مسافات. هذا هو يعني الشباب في الحملات الانتخابية، الشباب للوصول للقواعد الشعبية ومحاولة الوصول للحكم، ولما لا ببعض الوعود يمينا ويسارا في إطار التشغيل أو غيره. مؤخرا نستمع إلى هكذا يعني بقطع النظر، يعني هو مش موضوعنا اليوم، لكن قانون 52 الذي قدم في إطار وكأنه وعد جديد للشباب في علاقة بالمخدرات إلى غيره، في حين أن الموضوع لابد أنه نناقشوه في إطار وبدون يعني وسائل إعلام، معالجة المخدرات مسألة مهمة ومش في إطار يعني هكذا محاولة لجلب الشباب في اتجاه ثاني وقت اللي فشلنا باش أننا نحقق لهم التقدم الاقتصادي. يعني هذا قوس مسكروه فيما يخص السيد الرئيس، هذا فقط القوس، هل هو في صالح الشباب أم لتلهية الشباب عن قضاياهم الرئيسية؟ يعني أنا أقول أنه كيف قدم من رئيس الجمهورية وطريقته هي خطأ، مسألة خطأ. معالج دار المخدرات وقانون 52 بالفعل هو اليوم يمثل لسنة 72 يمثل خطر على المجتمع، يعني الناس الشباب يعني موجود في السجون والظاهرة متفشية، يعني هذا القانون لنجح في أنه يحد من الظاهرة وفي نفس الوقت يدمر في الشباب، لكن أنا نقشوه في بلاتو إعلامي وأنه رئيس الجمهورية يتقدم للجميع وكأنه قام بالحدث، هذا هو هذا خطا كبير في تقديري من حيث الشكل خصوصا. نعود توا في ما يخص سؤالك، انا اعتقد انه نحن كتيار ديمقراطي على الاقل ليس لنا مساله تخص الشباب او خدمه الشباب في عينه، نحن برنامجنا كل البرنامج الذي لدينا يهدف الى انه البطاله، هذه البطاله وهذه القضايا الاجتماعيه هي مركز كل اهتماماتنا في التيار الديمقراطي. نحن نعتقد انه مساله البطاله ستحل بالضروره من خلال اصلاحات جذريه، ويمكن ان حتى نحدك على اصلاحات، ويعني المساله لا تحتمل ما فيهاش اسرار. اليوم البلاد تنقصها الاراده 6 سنوات والواقع هو نفسه 6 سنوات، يعني تاتينا اليوم الثوره التونسيه لاقت استحسانا لدى العالم والعالم كل دعمها، في حين انه من مسك بزمام السلطه منذ 2011 الى الان لم تكن له القدره ولا الدرايه ولا ادري يمكن الاثنين في انه يحلحل الوضع وانه يتقدم اصلاحات اجتماعيه. اليوم الواقع في القصرين والواقع في تالا والواقع في الكاف وفي باجة وغيره من المدن طيب التونسية، هذه الحكومات المتعاقبة ألا ترغب في إيجاد حل للمسألة التونسية والمسألة الاقتصاد ومسألة التفاوت الجهوي وكل هذه المسائل؟ هي اختلفت الآراء، في حين أنه من ناحية هناك من يرى أنها لا ترغب وهناك من ليست لها الكفاءة، حدثونا في وقت من الأوقات أن لديهم كفاءة لتسيير 4 حكومات وأنهم لديهم رغبة كبيرة في تغيير الواقع، هذا ما لم نراه ونتحدث بالواقع. اليوم سيد رئيس الجمهورية أولوياته ليس تشغيل، أولوية القانون الذي سيعرضه لثالث مرة يعني واللي هو قانون المصالحة. القضية اليوم مراكز نفوذ تتحكم في الدولة التونسية، علينا أن نكون واضحين. قانون الرخام الذي سقط، يعني هل هو يخدم هذه المناطق المهمشة؟ قانون الرخام الذي سقط من خلال المحكمة الدستورية الذي مرروه الأغلبية في مجلس النواب كان يخدم مجموعة من اللوبيات التي تمص في دم شبابنا في القصرين. هذا الواقع اليوم اللي قاعدين نعاني فيه. اليوم تغيير الواقع يمر بالضرورة عبر مقاومة الفساد،
قبل كنا نقول فيها وحدنا في 2014، اليوم هو واقع يردده الجميع، لكن في إطار تعويم للقضية. اليوم من يريد أن يقاوم الفساد ويقوم بالإصلاحات كذلك عليه أن يبني أرضية، الأرضية هي بناء الثقة. كنت نتحدث على بناء ثقة صديقي، اليوم تحب تغير الواقع التونسي وعندنا مجموعة من النواب اللي يفرض عليهم من خلال الدستور أن يصرحوا بممتلكاتهم، يعني نسبة 20% من النواب فقط اللي قاموا بتصريح بممتلكاتهم. الوزراء اليوم اسمعنا حتى وزير قام بتصريح بممتلكاته، وين كيفاش نجم تبني جسر الثقة؟ اليوم قضية نفسها الموجودة اليوم مفروزين منين؟ ألا ترى أنها من ناحية هي قضية ثقة؟ اليوم ليس هنالك ثقة بين الدولة وهؤلاء، الوعود تلو الوعود، قبلهم الوزير يأتي وزير ثاني ليكذب ما قاله الوزير الأول. يعني يبحثون عن صورة وحدة وطنية، يجمعون مجموعة من الأحزاب، لكن في الأخير يبان العجز واضح وجلي. علينا اليوم النظر إلى مسألة الإصلاحات الكبرى. اليوم مش ممكن نقدمه بإدارة متاع ستينات، مش ممكن نقدمه في إطار البيروقراطية الموجودة. سألت يعني اليوم لا نتحدث عن تشغيل بدون استثمار، ولا يمكن أن نستثمر في واقع متاع إدارة. يعني إنك إن الوقت تعرف الاستثمار والمستثمرين الأجانب، يعني الوقت بالنسبة لي مهم. اليوم التعطيلات التي يمكن أن تلقيها في الإدارة التونسية تعرف كيف تدخل، ويستحيل أن تعرف كيف تخرج من الإدارة التونسية وكيف تتقدم. الحكومة اليوم لم تظهر شيئا، لا من حيث الكفاءة ولا من حيث الإرادة في تغيير هذا الواقع. هل اليوم ما تنجمش تقاوم الفساد؟ اليوم ستكون يعني اللوبي، الدولة ستضعف في كل هذا الإطار، لأنه منسوب الثقة سيضعف. وهذا يعني كتيار ديمقراطي لابد خدمنا عليه واليوم نعاود نخدم عليه. قمنا مثلا في إطار اليوم لا تتجاوب الحكومة مع المعارض، يعني يتناقشوا محاولة لملمة الأمور، لكن فيما يخص المقترحات الجديدة لم نلقى تجاوبا مثلا فيما يخص مقترح الإثراء غير الشرعي. اليوم الأحزاب السياسية والشخصيات العامة ووسائل الإعلام اليوم لا نعرف من أين تمويلاتها. إذا أردنا إرساء مناخ ثقة جديد في الواقع التونسي، ليس من الأحرى أن نرسي شيئا من الشفافية. المكلف العام بنزاعات الدولة، وهذه أمثلة أذكرها الآن، يعني المكلف العام بنزاعات الدولة ليس عضوا في التيار الديمقراطي ومكتبه السياسي، هذا يخلص من الدولة التونسية. يقول أن تونس خسرت أو تخسر في 2013 على ما يبدو تخسر يوميا 5000 دينار، 5 مليون دينار فيما يتعلق بقلة الشفافية في وانعدام الشفافية فيما يخص مجال الطاقة. هذه الأموال أليس بالأحرى أن تذهب إلى هذه المناطق المهمشة؟ أليس بالأحرى أنه الليتاب اليوم عاش قلنا أنه فماش كونتور نتاع ضوء ما نعرفوش ناخذ ريزامبو؟ اليوم مسألة ملف الطاقة اليوم في تونس، أليس ملف يمكن أن يوفر دعما ماديا للدولة التونسية؟ طيب، مشاكل متراكمة سنرى، يعني شفت المشاكل مرتبطة، سنحاول أن نتطرق إليها طبعا. أستاذ ثامر، يعني هل تعتقد أنه وقع التلاعب بملفكم، وهل أصبح محل تجاذبات سياسية؟ هل تسمعني أستاذ ثامر؟ طيب، السؤال هو هل تعتقد أن ملف المعطلين عن العمل يعني أصبح وقع التلاعب به وأصبح محل تجاذب سياسي؟ هذا شيء واضح. نعتذر يعني لرداءة الصوت، سنحاول الاتصال. نمر إلى سيد جمال بولعبي. أستاذ جمال، ما حسب رأيك، وتطرقت منذ قليل إلى منوال تنمية فاشل تزامن مع هذه الأزمة وقبلها طبعا هو سليل الاستعمار منذ الستينات وسبعينيات القرن الماضي، لو تعطينا فكرة يعني ما هو أنتم تصوركم لمنوال تنمية، وكيف ساهم منوال التنمية الحالي في الوصول بتونس إلى هذه الوضعية؟ بالنسبة لمنوال التنمية الحالي، الثورة اللي قام بها الشعب التونسي هي ثورة على التوجه الليبرالي في السلطة النظام بن علي، وكان الاتحاد العام التونسي للشغل كان ضد التوجه هذا، انه الدولة يعني تعتمد على اقتصاد السوق وتهز ايديها ومعناها وتخلي الاقتصاد الحر هو اللي يتحكم في البلاد. هذا شيء يوصل معناها يخلق أزمة تاع بطالة، يخلق أزمة تاع عدم توازن بين الجهات. يجب على الدولة انه باش تحل المشاكل هذه مراجعة المنوال التنموي اللي نحن للتو ما ثمش حتى جدية في التعامل مع هذا الملف.
انا نحن توقت نشوفه ما تطرحش هذا للدولة. الدولة ما طرحتش الشيء هذا في شكل في اي شكل، شكل دعوة الى حوار وطني او معناها حوار وطني اقتصادي اللي قاع اطلاق الحديث هذا، لكن ما شفناش حتى جدية في التعاملات. وهذا المشكل الاساسي اللي خلق الازمة وما زال باش يتواصل. لو ما وقعش مراجعات من التنمية انه يجب على الدولة ان تستثمر وان تبني، معناها الجهات هذه هي جهات يجب على الدولة على السلطة على النظام والأنظمة والنظام اللي مش يتركز ولا بتركز تو يجب أن يراجع حساباته، إنه الدولة هي تعمل مشاريع وما تحسبش فيها منطقة الربح والخسارة، لأنه هذه معناها الناس لنا يجب أن تبعث مشاريع عمومية تكون الدولة هي المسؤول الأول على حل مشكلة التشغيل، بعث معامل، بعث معناها شركات. المناطق الداخلية هي مناطق غنية بثرواتها الطبيعية. لو كان نحن نشوف منطقة تالة جهة تالة غنية بالرخام، عندها مخزون الغابي، عندها الماء، عندها الرملة، هذه كل حل أفاق للدولة باش تستثمر وتبني وتكون هي القاطرة. نحن لا نرفض القطاع الخاص، لكن يجب أن الدولة أن تكون هي اللاعب الرئيسي في هذا الميدان، وهذه يجب أن يتراجع. إذا الدولة ما فكرتش في الشيء هذا وما راجعتش حساباتها، والسلطة اللي موجودة تو إنه تهرب، قاعدة تهرب خاطر هنا سياسة الهروب، لأن افتعال بعض القضايا بعض المشاكل، إنه مشكلة الشباب اللي قام بالثورة وضحى وهو في مستقبل العمر نتاعو، معناها في اول عمره ضحى ومعناها وتصدى وخرج للشارع وطالب بالتشغيل وطالب من وين تنمو جديد يحل مشاكل واحد، لكن معناها هذا ما تطرحش. نتصور انه تخرج ما تنكب على مشاكل على السلطه. نحن رسالتنا واضحه كاتحاد محلي للشغل، كاتحاد عام تحدث نجم تحدث باسم الاتحاد العام، انه رسالته واضحه، يجب مراجعه المنوال التنموي، ويجب على الدوله هي تكون اللاعب الرئيسي في حل المشاكل الاقتصاديه وحل مشكله البطاله، وتكون هي القاطره للقطاع الخاص، وتكون الدوله معناها تبني اقتصادها الوطني على معناها في خاصه في المناطق الداخليه، تعتمد على الموارد الاوليه في المناطق هذه، بعث مشاريع وما تحسبش منطقه الربح والخساره في المشاريع. استاذ جمال، يعني استاذ جمال عذرا على المقاطعه، انتم في الاتحاد العام التونسي للشغل، ونعرف جميعا مكانه الاتحاد العام التونسي للشغل وخاصه بعد الثوره، هل قدمتم مقترحات للدولة وهل لديكم تصور لكيفية الخروج وكيفية تشغيل هؤلاء المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد؟ الاتحاد قدم، والاتحاد في كل مرة يعمل ندوات ويعمل عنده قسم كامل، قسم التكوين وقسم التشريع قسم، وعنده خبراء وعنده ناس تفكر على مستوى استراتيجي، معناها وهو قدم عنده في كل مرة في كل ما حتى يخرج في بياناته ومواقفه انه يجب مراجعة المنوال التنموي في الاقتصادي، خاطر الموجود تو هو توجه ليبرالي ما يخدمش المناطق، ما يخدمش الاقتصاد التونسي وما يخدمش المناطق بالاساس، ما يحلش مشكله البطاله وما يحلش مشكله التنميه. وهذا في كل مره الاتحاد، ولتو الاتحاد الان يدعو الحوار وطني اقتصادي ينظر فيه بعمق في الاسباب الحقيقيه للبطاله والاسباب الحقيقيه للمشاكل اللي عليها الشعب التونسي لاساسها اساس البطاله، لكن هناك نحن في المقابل حاجه افتعال بعض القضايا، الشباب اللي ضحى ديما خاطر تو احنا وقت نشوفوا افتعال قضيتها وقضيه القانون 52 اللي هو معناها هذا ما ينطليش على الاتحاد، يعرف ان هذه قضيه مختلفه وهروب انحراف القضايا. نحن ضد الهويج هذيك تتناقش في اطر ثم برلمان ثم تتناقش، ما توليش قضيه. علاش ما يوقعش مجلس امني قومي من اجل قضيه التشغيل؟ علاش ما يوقعش معناها حوار وطني بمراجعة المشاكل اللي صار عليها الشباب؟ هناك معناها ثم بوصلة لمت الناس ولمت الشباب. هو البطالة، هو التهميش، هو علاش الائتلاف الحاكم اللي تو قاعد يشوف مشاكل اخرى، مشاكل ثانويه ويراجع به. ادعوه، هناك مناضل
في الاتحاد ومنظمة المجتمع المدني أدعوه أنه يراجع حساباته وبشكل عاجل حل مشاكل الناس البطالة أول ما تصنع في تونس، الناس اللي عاملة إضرابات جوا من أجل حقها في العيش الكريم، والناس اللي في تل لنا اللي معناها ما شافوش حتى ما ثمش أمل تو على سبيل الذكر. نواب الجهة ما اتصلش حتى نائب بالمعتصمين في تالة، ما معنى ذلك؟ هذا يطرح ألف سؤال. السلطة وين الجهة؟ لا علاقة له بالموضوع، معناها يحاول فقط للمعلومة أستاذ، يعني حاولنا مرارا وتكرارا الاتصال بالنائب أيمن علوي ولكن لم يجبنا، يعني هذا فقط للتوضيح. إضافة إليك الإعلام الرسمي، أشكر بالمناسبة أشكر القناة هذه اللي حاولت باش تتصل وبذلت مجهودات باش تتصل بالشباب وتطرح مشاكله في العلن ويسمع بها الرأي العام. هناك تعتيم إعلامي مقصود، معناها كنا معناها الاعلام اللي كنا نتمنى انه يكون اعلام نزيه واعلام شفاف وينقل الحقيقه كما هي بكل حياده وكل شفافيه، لكن الان موجوده في الفيسبوك قضيتهم، خرجوا بياناتنا، خرجنا نحن كاتحاد محلي بيان وتحركنا معهم، لكن نحس انه ثم معناها العمليه ما عيش يتعاملوا معها معناها بسياسه هروب للامام وسياسه معناها سياسه النعامه، واحد يحط راسه في الرمله. طيب سنعود اليك استاذ جمال، نعود الى الاستاذ ثامر المريحي. أستاذ ثامر، يعني أنا لدي قوائم مختلفة، هناك من يقول أن عدد المفروزين أمنيا 747 شخص وقائمة أخرى فيها 186 شخص، هل تم التلاعب بقوائم المفروزين أمنيا حسب رأيك؟ حسب رأيي أكيد وقع تلاعب بالقوائم هذه لأنه دخلت فيها الولايات الحزبية، اللي عنده حزب يدافع عليه واللي ينشط في بمجال سياسي معين أنا عنده حزب يدافع عليه، احنا دخلنا في اعتصام واحنا احنا تو محتاجين في دار الاتحاد المحلي لشغل بداله من جراء المشكله هذه، لانه احنا ما وقعش ادراج اسمائنا في القوائم هذه، لانه احنا ما عندناش انتماءات سياسيه، نحن انتمائنا الوحيد هو لتونس وانتمائنا الوحيد هو للثوره، واحنا كنا النواه الاولى الشراره الاولى لثوره الحريه والكرامه. يعني تقر أن الاختلاف الإيديولوجي والانتماء السياسي له دور في هذه المشكلة؟ نعم أقر بذلك. هل تؤكد هذا الكلام زياد؟ هذا كلام يؤكد كلامي، يعني قلت أنه هنالك أزمة ثقة، لا أدري ليست لي دليل لكي يتهم، لكن الأكيد أنه المسألة تدار في إطار تناقض كبير بين حتى أعضاء الحكومة نفسها، يعني هناك قائمة، يعني يأتي سيد الوزير عبيد البريكي ليتقابل مع المعتصمين ثم ليقول لهم أنه يعني الوزير سي مهدي بن غربية، يعني كلام مهدي بن غربية يعني نصف من زميله، وهذا غريب يعني، وثم بعد ذلك يقع تعليق اضراب الجوع في انتظار الخطوات القادمة، يعني هذا تخبط يعني اللي قاعد صاير، وهذا يعني موجود في كل المجالات تقريبا، لانه هذه الامور تدار في، يعني كي نلاحظوا مثلا يعني في علاقة مثلا بالتعيينات نتاع المعتمدين وما يدار وكيفية إدارة الأمور اليوم، يعني لابد أن نقر في تونس نحن في منظومة تدار من قصر قرطاج، لأنه نحن في نظام برلماني تقريبا الحزب الحاكم أصبح غير موجود فعليا، يعني لا نراه لا في الميدان لا نراه من خلال المناضلين ولا نرى شيء، المسألة بلغوا الحكم ثم هذا الحزب تفتت داخل الحكم، بما جعل أنه اللوبيات دائرة بهذا الحزب هي النافذة، هي التي تحرك هذه الأمور، وليس من المستبعد أن تكون هذه المسألة تدار في يعني من خلال هذه اللوبيات، يعني لكي يعني أنت تعتقد أن المسألة قد تكون مسألة ابتزاز سياسي وتجاذب سياسي؟
الابتزاز السياسي ليس، اقول المره الثانيه يعني انا ليس الدليل مباشر انه هنالك ابتزاز سياسي، لدي دليل انه في مسائل اخرى يعني مثل قضيه المعتمدين وكيف صارت الامور وكيف يعني دارت داخل حتى الحزب الحاكم نفسه كيفيه اداره الامور، لدي دليل. لكن فيما يخص هذه القضيه بالذات لا ليس لدي دليل، لكن اتصور انه يعني كل ما يحاك يعني من خلال هذه يعني قائمه من المره الاولى 187 فقط ثم 125 ثم قائمه ثانيه ب 900 يتقبل منها الا 200، يعني كل الأرقام تخرج مرة ثم يعني هذا يدعو إلى الشك، خصوصا أن الحكومة نفسها مطالبة بالشفافية، يعني غياب الشفافية هو شبهة فساد في النهاية للوزير، والمطالب أن يصرح وأن يوضح كل النقاط وكل هذه الأسئلة الذي نسمعها يعني من الناس يعني معتصمين منذ مدة. هذه الناس دخلت في اعتصامات وإضرابات جوع، يعني مسألة ليست سهلة بالنسبة لهم ومسألة يعني تواصلت ودامت، يعني نتحدث عن الموضوع بدأ في 2014، نتحدث عن ناس يعني تقاسي منذ ذلك اليوم، وليس يعني وناس معناتها تعرف يعني مسألة التشغيل والتدهور يعني القدرة الشرائية لدى المواطن التونسي وكل ما يمكن أن يعطل يعني طموحات هؤلاء الشباب، والذي يتفهموا جيدا حالة اليأس التي بلغوها، وما على الحكومة فعلا إلا أن تتوجه يعني أقول مرة أخرى للإصلاحات الجذرية، والإصلاحات الجذرية هي إصلاح مرة أخرى إصلاح يعني الإدارة، إصلاح كذلك منظومة التشريعات. وعلى فكرة تذكروا يعني في حوار صحفي دار يعني بعد انتخابات 2014 أثناء نهاية حكم الترويكا، توجه الشيخ راشد الغنوشي إلى سمير الوافي فتوجه له بسؤال ما الذي ندمتم على فعله في فترتكم، فأجابته في تلك الفترة قال أننا لم نغير التشريعات، الآن انتظرنا بعد 3 سنوات والنهضة موجودة في الحكم ولا شيء تغير في منظومة التشريعات. يعني اليوم الدولة تدار بقوانين في النهاية، أين هي قوانين المنظومة الحاكمة؟ أين هي يعني القوانين التي تنظم كل الحقوق والحريات التي ضمنها دستور 27 جانفي في 2013؟ اليوم غير معقول أن تونس تدار بقوانين منظومة بن علي، كيف سيتغير الواقع؟ اليوم محتاجين صحة عمومية في المستوى، محتاجين تعليم. اليوم المشكلة اليوم الواقع اليوم الذي يحدث يعني والصراع الموجود بين النقابة ووزير التعليم، أليس يعني الواقع التردي التعليم العمومي له دور في هذا؟ يعني والكثير 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 من القضايا. لذلك أعتقد يعني في نهاية هذا التدخل أنه اليوم مطالبون اليوم التوجه مباشرة نحو قضايانا الجدية، وليس قضايا محاولة المسك بزمام الأمور. نقطة أخيرة لو تسمح، مسألة كذلك مسألة البلديات والحكم المحلي. مؤخرا في شهر ديسمبر على ما أتذكر يعني صارت إشكالية في شهر جانفي صارت إشكالية فيما يخص بن قردان، ويقع بن قردان كذلك ميري، لأنه اليوم صار تحركات في تالا، نذهب كعسكر الحريقة يعني نذهب ونركز على تالا، لكن الواقع باقي على حاله في بن قردان. تنقل الوزير يعني بن غربية وسي إياد الدهماني إلى بن قردان، في حين أنه هذه الحكومة عطلت الانتخابات البلدية لمدة سنة. لو كانت هناك انتخابات بلدية كانت هناك حكم محلي بإمكانه أن يحلحل الوضع مع الحدود الليبية، لأنه هذه مناطق موجودة تعرف بعضها البعض، تعرف المناخ. اليوم الحكم المحلي كذلك هو حل للمسائل الذي نستمعها اليوم، والذي كذلك الحكومة التونسية متورطة في لأنها غير جاهزة. لنقول هذا بكل صراحة، الأحزاب الحاكمة اليوم غير جاهزة للانتخابات البلدية، لذلك هي تريد تعطيلها قدر الإمكان. أستاذ جمال، يعني تطرق البعض هنا إلى أن المسألة أصبحت محل تجاذب سياسي. ألو، فهل تسمعني أستاذ جمال؟ نسمع فيك. السؤال، البعض يعني ذكر بأن المسألة قد تصبح محل تجاذب سياسي وأنها أصبحت ولاءات سياسية. طيب، هل المعطلون عن العمل ضحية لعبة سياسية مثل ما حصل مثلا مع المتمتعين بالعفو التشريعي العام؟ أليست نفس القضية ونفس المشكل ونفس الطلبات؟ بالنسبة أولا عندي بعض الملاحظات، أنه الضيف قال أنه ثم صراع بين الوزير والنقابة، ليس هناك صراع. الوزير تهكم على المدرسين والنقابة موجودة باش تدافع على كرامة المدرسين، يتحمل مسؤوليته، وهذيك معناها الاتحاد موقفه واضح من العملية. كل أي طرف يتهكم على منظورين الاتحاد لا يمكن التعامل معه، وعبر عليه الأخلي من العام. بالنسبة المشكلة الأساسية هي مشكلة التشغيل اللي أصبحت مشكلة محل تجاذب سياسي، يعني أصبحت
محل تجد سياسي صحيح هناك معناها الكل يفكر في منخرطيه، الكل يفكر في معناها المنضوين في الحزب نتاعو، لكن معناها القضيه نرجع ديما القضيه الموجوده هنا اللي عايشينها في كالا، الشباب المعتصم تو في دار الاتحاد المحلي هو ضحيتهم وعدم الاتصال بهم وعدم الاهتمام بوضعيتهم، وهي انهم ما همش موجودين معناها ما همش موالين حتى الحزب، همهم الوحيد هو الاستقرار الاجتماعي، بحث عن شغل والاستقرار الاجتماعي، هذه مشكلتهم، وهكا علاش في ما اتصلوش بهم، والسلطه معناها تفكر في الشيء هذا، معناها قبل ما يتصل بالناس هذه تم ائتلاف حاكم يشوف انه الناس هذه يسال لها ونقول تحمل مسؤوليه. استاذ جمال يعني عفوا على المقاطعه، هناك قضيه مشابهه لهذه القضيه وهي قضيه المتمتعين بالعفو التشريعي العام الذين ماطلت الدوله في استرجاع حقوقهم وشنوا اضرابات وصلت حتى اضراب عن الطعام. فماذا قدم الاتحاد لهذه القضيه ايضا وهي قضيه مشابهه جدا لقضيه المفروزين امنيا، تقريبا نفس الشيء. الاتحاد في العموم موقف واضح هو انه حل المشاكل مشكل التشغيل دون حسابات ضيقه دون تجارب سياسي، انه اي مواطن في تونس هذه هو من حقه باش يعيش في عيش كريم، انه في قضيه المفروزين امنين كان موقف واضح، وكانت رساله كانت رساله انتقلت معناها بعثوا رساله وتقرتها امام العلن امام كل النقابيين، وانه موقف مؤتمر الاتحاد يجب حل مشكله المفروزين امنين ونقابيين موجودين اللي هم في البرلمان تحملوا مسؤوليه نقابيه، وهم تو في اللجنه الوطنيه للدفاع على حق المفروزين الامنيين، كيف بالنسبه لحق لحق المتمتعين بالعفو التشريعي العام، هي قضيه يجب حلها معناها دون التعامل انه الناس هذه ماهيش نحسبوا معاها مثل حسابات سياسيه ضيقه، يجب على السلطه ان صحيح في محطه انتخابيه عندك حسابات، لكن بعد الانتخابات النظام والسلطه اللي تحكم يجب ان تكون عادله وتحل مشاكل كل المواطنين دون استثناء، اللي عنده حق يحاول يلزم ياخذه، اللي معناها يجب التفكير في كل التونسيين كتونسيين ليسوا تابعين احزاب، هذا حزب معارض هذا حزب حاكم وهذا نتاعي وهذا نتاعك، هذا الشيء يرفضه الاتحاد وموقف واضح من العمليه هذه، كل القضايا العادله الاتحاد كان موقف واضح منذ الازل انه القضايا اي قضيه عادله الاتحاد هو منظمه يدافع عن المظلومين يتفضل الظلم، اي قضيه فيها ظلم وفيها حيف وفيها هذا الاتحاد يكون الى جانبها، معناها ما يصنفش الاتحاد ما يدخلش في التصنيفات، هذه منظمه عفو تشريعي عام وهذا ناس تابعين، موقف واضح الاتحاد معناها في القضايا عبر التاريخ ديما الاتحاد كان موقف واضح في كل القضايا اللي تطرح عليها تطرح في البلاد معناها. نعم نعود الى الاستاذ ثامر مريحي، استاذ ثامر يعني اين الاتحاد اصحاب الشهاد المعطلين عن العمل الذي كنا نسمع عنه وعن تحركاته بعد الثوره، اين اختفى وهل تبنى قضاياكم؟ نعم استاذ، اتحاد اصحاب شهادات المعطلين على العمل التنسيقيه المحليه بتالا اصدرت بيان في بخصوص اعتصام رب الاعتبار وندت بالسياسات القمع والتنكيل الممنهج زمن القهر والاستبداد ايام فتره نوفمبريه، وكذلك رغم تعاقب الحكومات تواصلت سياسات التسويف والمماطله. والاتحاد التنسيقيه المحليه بدالة ندت بالشيء هذايا وهي مساندتنا مسانده مطلقه. واصدرت بيان معناها بالشيء هذايا. طيب بخلاف اتحاد المعطلين عن العمل، هل هناك منظمات اخرى او جمعيات او جمعيات مجتمع مدني او اي اطراف اتصلت بكم وحاولت التعريف بقضيتكم وتبنيها وايجاد حلحله للمساله؟ احنا اول منظمة معانا الاتحاد المحلي للشغل بدالة، وبعض الاحزاب كما حركة الشعب كما حركة الارادة وكما افيق 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 تونس افيق تونس والجبهة الشعبية والرابطة التونسية لحقوق الانسان. زياد اعود اليك هنا، طبعا استمعت لك.
حسب رأيك وأنت شاب قبل أن تكون سياسيا، يعني اختلفت التقييمات واختلفت هذا، يعني تجاذب سياسي وتجاذب إيديولوجي وغيره، حسب رأيك ما هي الطريقة الأنسب لمحاولة رفع المعاناة على هؤلاء الناس، وكيف تعجز دولة على إيجاد حل لعدة آلاف من طلبة من متحصلين على الشهادة العليا؟ في الحقيقة نظرا فقط يعني خاصة بعد مؤتمر الاستثمار الأخير تونس 2020 الذي يعني جاءت فيه أموال طائلة لتونس حسب ما ذكرت وسائل الإعلام على الأقل. لن أؤكد أو أكذب يعني الأموال التي رصدت الحكومة أن تعطينا الأرقام فيما يخص هذا الموضوع، لكن المسألة لا تحل بمؤتمر الاستثمار، المسألة المشكل هيكلي ولابد من حلول هيكلية. مش ممكن المسائل الترقيعية أنه نقدروا أنه نخدموا بها مئات الألاف من المعطلين عن العمل، كما قلت أنه المشكل هيكلي، بمعنى أنه اليوم الجامعات وما توفره الجامعات من طلبة هل يحتاجه سوق الشغل؟ هل اليوم سوق الشغل وما والاختصاصات التي نقدمها داخل الجامعات هل هناك ترابط في الموضوع؟ هل هناك دراسات عميقة قامت بها الدولة التونسية من خلال حكومتها في أنه تنظر في أنه تجعل مناخ الأعمال يتطور؟ اليوم مجلة الاستثمار التي صدق عليها يعني منذ أشهر، هل ستكون هي الحل للأزمة الكبيرة اللي نحن نتحدث عن آلاف المعطلين عن العمل، نتحدث عن خريجي جامعات اليوم المخرجين، يعني الناس التي تدرس التاريخ والجغرافيا وغيرها من العلوم إلى آخره، اليوم لها شهادة معطلة، لكن السوق لا تستوعبها. يعني كيف تتقدم المجتمعات وتتطور ونحن مجتمعات دول عالم ثالث، مجتمعات يعني في طريق النمو، وزبدة المجتمع اللي هم الشباب والمتعلمون والمتحصلون على شهادة علمية كبيرة ينتظرون دورهم في البطالة وعلى رصيف. أي يعني المشكلة واقع، يعني لماذا صارت الثورة التونسية؟ لأجل هذا، لأنه هنالك هيكليين الموضوع في خلل، لأنه يعني خلينا نعترف في البداية أنه مشكلة البطالة هي مشكلة دولية، يعني الناس المعطلين على العمل هي مسألة دولية، لكن التخفيض منها إلى أن تبلغ الحد المعقول يعني مسألة مطالبة، يعني أن الحكومة اليوم تنظر فيها نظرة شاملة. اليوم يعني نتحدث عن إصلاحات هيكلية داخل الإدارة التونسية، اليوم لا يمكن تشغيل كل هؤلاء في القطاع العمومي، معروف جد. اليوم أصبحت اليوم تونس يعني لو أشخص الواقع في كلمة أو في جملة، تونس هي دولة اشتراكية قديمة يحكمها يمين فاسد، يعني عدد الموجودين داخل عدد الموظفين الموجودين داخل الدولة عدد رهيب، في حين أنه القيمة المضافة تقريبا تضاهي الصفر. نظرة استراتيجية جديدة، نظرة للواقع وللبرامج التي يمكن من خلال تونس أن تستثمر فيها، هذا هو يعني المطلوب في هذه المرحلة. يعني المطلوب اليوم النظر فيما يخص قطاع مثل اقتصاد الخدمات اليوم في تونس، اليوم تونس منطقة العودة كذلك بالسياحة إلى مصافها الطبيعي، كذلك التفكير في الفلاحة المندمجة. يعني يقال أن تونس هي دولة صغيرة وموجودة وإلى آخره، تونس تمثل اليوم نصف مساحة ألمانيا، يعني تونس ليست دولة صغيرة، تونس اليوم يمكن أن تكون قطب فلاحي يمكن من خلاله بناء فلاحة مندمجة تشغل الآلاف. نعرف جميعا أنه قطاع الفلاحة مثلا في فرنسا هو أكبر قطاع مشغل للشباب الفرنسي، وآخر الإحصائيات تتحدث عن ذلك. اليوم الفلاحة مهمشة، عندما نتحدث عن تعرف كيف أن الشباب اليوم تجاوز الدولة التونسية، وتجربة جمنة تذكرنا بذلك، الدولة التشريعات وكنت حدثت عليها منذ قليل، التشريعات اليوم في تونس تحبس كل نفس للتقدم بالاقتصاد والمسألة الاجتماعية في تونس. تجربة جمنة لم تجد الفضاء القانوني المناسب لكي تتطور، في حين أنها صحيح أنها خارج القانون، صحيح أنها في مرحلة معينة كانت خارج القانون، لكن تقدمت بالواقع وبقوة الواقع اقتصاديا واجتماعيا بالمنطقة، ونجحت جمنة فيما فشلت فيه حكومات المتعاقبة بعد الثورة. صديقي اليوم علينا أن نفكر في منظومة جديدة، علينا أن نفكر في النظرة جديدة للمسألة الفلاحية خصوصا، كذلك المسألة السياحية. لا بد أن نذكر أنه ما عادش السياحة متاع جمل وصحراء، اليوم السياحة متطورة في العالم، هي سياحة الخدمات، الواقع التونسي، تونس اليوم تتوسط البحر المتوسط كما يعرف الجميع، هي
ستبقى في تقديري وجهة سياحية، لأن لكل ما تحمله من يعني من طبيعة الذي التي 1300 يعني كيلومتر يعني فيما يخص السواحل التونسية وصحراء يعني جميلة إلى آخره وجبال ومناطق مهمة في تونس. تونس ستبقى دائما، لكن المهم أن نستثمر اليوم السياح في تونس، من يأتون إلى تونس لا يأتون من أجل أن لا يوفروا العملة الصعبة. نحن طيب بعد 6 سنوات من الثورة، هل تعتقد أن يعني بين ظفرين بعض الأمراض الاجتماعية ما زالت موجودة مثل المحاباة والرشوة والمعرفة وكذا في التشغيل وغيره؟ يعني هذه أنا في اعتقادي يعني هذه أم المشاكل. يعني تحدثت لك على المسائل الاستراتيجية وإلى آخره، لكن هذه أم المشاكل. المشكلة اليوم هي مشكلة نسبيا هي مشكلة ثقافية، نحب أم نكره. يعني الواقع اليوم في تونس واقع صعب جدا، واقع مليء بالمحسوبية. يبقى بطبيعة الحال هنالك يعني تونسيون يعني تفاعل مع التصريحات الأخيرة حتى للرئيس السابق فيما يخص الشعب التونسي أنه يعني أن واقع الفساد ضارب الأطناب، صحيح، لكن نسبيا يعني باقي الأمور تتطور، فما هنالك قوى سياسية في كل الاتجاهات، وهنالك دفع في اتجاه أنه تصبح منظومة الشفافية هي منظومة الأعلى بداخل البلاد إلى آخره. لكن بالفعل اليوم المحسوبية هي مشكل حقيقي أمام التقدم. المحسوبية والرشوة والعقلية ما يعبر عنه في الواقع التونسي بعقلية الأكتاف إلى آخره هو واقع مرير نعيشه اليوم، وعلينا الجميع محاربته، لا بالأحباط خصوصا، إنما برفع المعنويات من ناحية والضغط ثم الضغط. اليوم نحن في واقع الديمقراطية، نحن في مربع الديمقراطية، ونحن فخورون بأن نكون هنا لكي نعبر. صحيح هنالك مشاكل اجتماعية واقتصادية، لكن من خلال ضغطنا على الواقع، من خلال محاولة يعني ترشيد الحكومة أو الضغط عليها في اتجاه أنها تقوم بالإصلاحات الجذرية، وعلى رأس هذه الإصلاحات هي المسائل الاجتماعية والاقتصادية. أستاذ جمال، يعني تقريبا الوقت يداهمنا، ما هي الحلول لهذه المعضلة ولهؤلاء الشباب المعتصمون؟ وهل توجد حلول يعني للمجموع للجميع لأصحاب الشهادة المعطلين عن العمل في ظل الخيارات الاقتصادية والسياسية الحالية؟ بالنسبة لمشكلة الشباب المعطل العمل اللي هم معتصمون الآن في اللي هم مثلا في القضية، قضيتهم هي قضية عادلة، والدولة اللي تو النظام اللي يقول ما ينجمش يتدب. احنا نعرف أن وقعت انتدابات جديدة أخيرا في الوظيفة العمومية في أهلاف على مستوى جهوي، نحن عنا الشباب هنا عندهم معطيات، وأول في 8 دخلوا الوظيفة العمومية. يعني هذه كلمة حق والجبهة، والدولة في الأخير خلاص تتحمل مسؤوليتها، أن يجب مراجعتها. هذه المشكلة حقها تحلت من الأول خلاص، هي من النقاط من القضايا الكبيرة اللي عانى منها بن علي، والقضايا اللي أطاحت بنظام بن علي هو مشكلة التشغيل. لكن النخبة السياسية اللي بدت بالكشف في أغلبيتها هي نخبة انتهازية، حاولت مش تنفرد بالكرسي، تخدم الناس اللي تابعين الأحزاب، ومعناها وماكش ما عملوش قانون، ما عملوش طرح، ومعناه تحل المشاكل، ما عملوش برامج، ما عملوش خطه تحل المشاكل، مشكله البطاله. ولكن ما تحلتش المشكله هذه، ما نضربش فيها اللي نحن كاتحاد محلي راهو باش نساندوهم وباش نكونوا معاهم، وبالعكس باش نحاولوا باش عن طرقنا في التصعيد إذا صدت بجهلهم ومعناها وسوفتهم وحاولت التعتيم عليهم إعلاميا، ونحن خايفين في يوقع تجريمهم وتولي ناس خالة وناس راقة وناس لا وجمهورية راعية المصلحة الوطنية. حذاري أن يعني تدخل الناس تحت السقف هذايا، خاطر هذا خط أحمر أنك توصل الناس طالب حقها في العيش، معناها أبسط حاجة. طبعا ما هوش الشاب هذا اللي تلفت تلقى معناها على سبيل المثال سامر المرايحي 13 سنة بطالة، اللي حتى القانون اللي تعمل جديد في الانتداب في الوظيفة العمومية يحرمه في قبل الثورة، بين الثورة عمل قانون اللي يخدم الناس القدامية، خاطر كانت النخبة السياسية عندها حساباتها باش ترجع منظورين نتاعها. بعد تو عملوا قانون جديد يحرم الناس هذه، معناها في أول الثورة الناس هذه تحرمت بمنطقة أن يجت ناس أخرى. أستاذ جمال، يعني اعتذروا على مقاطعتك لأن الوقت تقريبا انتهى، فقط نعود إلى الأستاذ ثامر. إلى أي مدى ستستمرون في هذا الاعتصام؟ وهل هناك بوادر أمل في الأفق؟ بالنسبة لنا
نحن ما فماش حتى بوادر، خاطر احنا تو عندنا 10 ايام مع تصميم بمقر الاتحاد المحلي للشغل بداله، وما فماش حتى بوادر انفراج للازمه نتاعنا ولحل المشكله نتاعنا. احنا ندعو كل الاطراف المتدخله في ملف المفرزين الامنيين لاتخاذ الاجراءات المناسبه وتصحيح مسار هذا الملف بادراج اسماء ابناء تالا مع تصميم ضمن القائمه النهائيه، وتمكينهم من الحق في شغل باخر بالاجال فيما تبقى لهم من هذا العمر، تفاديا لما يمكن ان يجر عنه هذا الصمت العقيم وسياسه المبالاه من احتقان وتصعيد في الايام القادمه تحمل الحكومه وحدها ما يمكن ان يجر عنه. ونحن رانا مواصلين، ونحن باش نواصلوا تصعيد النضال تاعنا ضد سياسه التفقير وتهميش المناطق وخاصه المعطلين على العمل. واحنا رانا مواصلين في الاتحاد، اعتصامنا مفتوح هذه مازال متواصل في مقر الاتحاد المحلي للشغل بداله، فهمني، واحنا رانا داخلين باش نساعدوا بكل وسائل النضاليه. طيب كلمة أخيرة أستاذ جمال، باختصار شديد ماذا لما توجهها لمن أردت؟ الكلمة الأخيرة أول حاجة مشكور أنكم اتصلتوا بالناس هذه عديتهم خاطر قضيتهم قضية عادلة. اثنين، رسالة إلى السلطة والائتلاف الحاكم هو أن تنكب تتصل بالناس هذه وتشوف مشاكلها وتحاول تقدم لها حلول جذرية، خاطر معناها عوضا على سياسة معناها التسويف والمبالاة، معناها هذا تكون عنده معناها انعكاسات خطيرة. ونحن كاتحاد راهو ماناش كنقابيين بالجهة، راهو ماناش باش نقبلوا الشيء هذايا وماناش باش نقبلوا الأسلوب هذا، ونحن راهو موجودين وعندنا معناها عندنا مطالب. الاتحاد المحلي عنده مطالب تنموية في الجهة، أن السلطة أن تنكب على مشاكل المنطقة. ثم عدة قضايا عالقة بما فيهم مشكلة المستشفى الجهوي بتالي، يعني معناها هناك تعطيل، معناها ثم قضايا أخرى، قضية البطالة بشكل عام يعني في المنطقة ما ثمش حتى حلول. وفي كل يعني في كل مناسبة في كل 8 جافي يجون الوزراء ويجي تتصل لكنه ويجوا يحاولوا باش يحتفلوا بين ظفرين، لكن نحن ديما نرجعوهم للمربع الاول ونقول لهم راهو نذكرهم بمطالب الجهه اللي متحقق منها حد شيء، وادعو السلطه ان تتحمل مسؤوليتها تحل مشاكل الناس المعطلين على العمل المعتصمين تو في الاتحاد المحلي للشغل اللي هم عددهم 6، ونحاول باش عدم سياسه التجاهل من السلطه المحليه ومن السلطه الجهويه ومن السلطه المركزيه. الوقت تقريبا انتهى استاذ، يعني اعتذر منك. استاذ ثامن، يعني كلمه اخيره قبل ان نختم، لمن توجهها وماذا تريد ان تقول؟ الكلمة الأخيرة نتوجه للسلطات المحلية والسلطات الجهوية أن ينكبوا على المعرفة نتاعنا، وسلطات الأشراف المدخلين في الملف المفروزين امنيين نحبوهم يدرجوا اسماءنا ضمن القائمه النهائيه للمفروزين امنيين، لانه هذا حق مكتسب، واحنا عندنا وثائق تثبت ان عندنا وثائق وعندنا شهادات تثبت ان نحن كنا مفروزين امنيين، وعندنا زاد وثائق تثبت ان نحن كنا مفروزين في الانتدابات في الوظيفه العموميه. بالنسبه لي انا حال عندي حالتين، معناها تم تصفيتي في الانتدابات، عندي حاله في مناظره في استقلال تونس، وكانت المعايير الانتداب هي سنوات التخرج والاخذ سنوات التخرج والعمر. ما راني الا انه اللي تقدم الوظيفه هذه واللي تخلف الوظيفه هذه اقل مني في السن واقل مني في سنوات التخرج. وكذلك زملائي معناها تعرضوا لنفس المظلمه هذه، فهمني، هذاك علاش هذا الشيء اللي خلانا عليه. وكذلك مازال التواصل المحسوبيه والرشوه، وقبل في عهد بل في عهد بن علي كان الانتماء السياسي تهمه، الا ما رانا الا بعد الثوره اليوم معناها عدم الانتماء للحزب السياسي معناها ما يمكنكش انك تكون من المفروزين، ما يمكنكش انك تكون انك طالب بحقك في الشغل. شكرا لك يا ثامر، شكرا لك. زياد، يعني الكلمه الاخيره امام قضية المفروزين أمنيا بصفة خاصة وبصفة عامة، أصحاب الشهادة المعطلين عن العمل، وهذا الإطار الذي يجد التونسيون فيه أنفسهم بعد 6 سنوات من رفع شعار التشغيل الاستحقاقي عصابة السراق. هل نعود إلى الشعار هذا من جديد؟
يعني لا نود الثورة الثانية، لأن في تونس ثورة حققت بالفعل الديمقراطية. رسالتي إلى الشباب التونسي، رسالتي لكل التوانسة، أنه ما فيش في العالم ديمقراطية متخلفة. يعني الديمقراطيات الأكيد أنه هي مسار نحو الازدهار الاجتماعي والاقتصادي الذي لا زال منقوص، حققنا في جزء منه الحرية، حققنا حرية التعبير، اليوم مررنا حتى مرحلة المصالحة من خلال جلسات الاستماع العلنية، نحن نحقق أشياء في الطريق يعني. وعلينا أن ولتحقيق المزيد لابد أن يكون الأمل موجود والمعنويات مرتفعة، ولنا لما يعني معنوياتنا ستكون مرتفعة، لأنه يعني هنالك مرحلة انتخابية ستكون في 2019، اليوم واقع 2014، وبعد المغالطات الكبيرة التي لقاها التوانسة من خلال جزء كبير من وسائل الإعلام والنخب السياسية، اليوم بان بالكاشف حقيقة الواقع، وهذا جيد في النهاية في المناخ الديمقراطي، أنه الواقع يعني كل الوعود يعني الكاذبة وكل اللوبيات تصطدم بواقع. نعم، هل لك أمل أن الأمور ستتحسن؟ بطبيعة الحال اليوم في تونس شئنا ما بين نحن في الطريق الصحيح. تدري لماذا؟ لأنه نحن قمنا بعمليتين انتخابيتين في 2011 مرة أولى، ثم في 2014 مرة ثانية. يعني مهما كان اليوم الشعب التونسي كذلك هو جديد في الديمقراطية. يعني لو نعود وننظر للواقع يمينا ويسارا في الواقع العربي، ولن أذكر أسماء دول لكي لا تحدث يعني مشاكل دبلوماسية، لكن الواقع العربي أكيد يعني فيه كثير من المشاكل، حتى في جزء من الدول التي عاشوا ثورة يعني هنالك ارتداد كبير. نحن لا نود أن يكون السيناريو تونس هو سيناريو بعض الدول العربية، ماضون في اتجاه متمسكين بالديمقراطية ومتمسكين كذلك يعني بإصلاحات اجتماعية واقتصادية. اليوم هنالك تعبيرات سياسية في تونس، يعني تعبيرات سياسية، سأختم هناك تعبيرات سياسية في تونس ستقاوم بشدة كل الذهاب كل يعني لوبيات الفساد الذي الآن قريبة من السلطة وتحاول تسلط فيها، وسنتصدى مرة أخرى في النهاية لمحاولة تمرير مرة ثالثة من خلال الجمهورية قانون المصالحة الذي سنتصدى مرة أخرى، وهي فرصة كذلك ثالثة لنقولها له أن هذا القانون لن يمر. طبعا يعني كل الأمل بأن يجد هؤلاء حظوظهم في التشغيل، وأن يجدوا حظوظهم في حياة كريمة في بلدهم، خاصة بعد 6 سنوات من الثورة، وخاصة لما قدمته جهة تالا والقصرين يعني من دماء ابن الثورة. الأمل كل الأمل أن يجدوا مكانهم في مجتمعهم. إلى هنا سيدتي سادتي تنتهي هذه الحلقة. الشكر موصول للسيد ثامر المريحي ناطق باسم اعتصام رد الاعتبار ومعطل عن العمل، كان معنا من تالا. الشكر موصول كذلك للسيد جمال بولعابي وهو نقابي من تالا كذلك. الشكر موصول لزياد الغنيم معي هنا في الاستوديو، عضو مكتب سياسي لحزب الطير الديمقراطي. شكرا زياد. شكرا على الاستضافة. والشكر موصول للسيدة فاطمة السالمي التي نسقت لإعداده هذه الحلقة وهي مربية فاضلة، فشكرا لك فاطمة. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه الحلقة، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.